بسم الله الرحمن الرحيم. احنا السنة اللي فاتت كان شرفنا في المحاضرة التذكيرية الأستاذ الدكتور محمود فتح الله الغني عن التعريف، والحقيقة كان ده اتجاه إن احنا دائما نكون بالإضافة إلى ضيوف من خارج الجامعة لما يكون في المحاضرة افتتاحية للمؤتمر واحد من مؤسسي هذه الكلية وعالم من علمائها يقدم نموذج لينا جميعا بأجيالنا المختلفة في الكلية لتطوير العمل الطبي والأكاديمي لنمو هذا الجيل العظيم اللي أسس هذه الكلية. إذا كان المرة اللي فاتت كان الأستاذ الدكتور محمود فتح الله، فإحنا بيسعدنا المرة دي أن يكون الأستاذ الدكتور جلال الدين زكي سعيد، أستاذ جراحة العظام بالدكتور جامعة أسيوط، غني عن التعريف. أنا أستسمحكم في دقائق خفيفة خالص للتعريف به. هو مؤسس قسم جراحة العظام بالدكتور أسيوط، وقام بتطويره وقيادته لمدة 31 عام. وهو قسم مميز في الكلية، الحقيقة مميز بحاجتين، بالانترناشونال ريكوجنيشن وبتعدد السب سبيشاليتي واستقرارها. لكن المعلومة اللطيفة قوي واللي يمكن كثير من حضراتكم ما يعرفوهاش، انه واحنا بنتكلم عن عموم الإدارة، الأستاذ الدكتور جلال زكي كلف كأول مدير عام لمستشفيات جامعة أسيوط سنة 1965، وده أكيد هيتحدث عن هذه التجربه. طبعا السي في الاكاديمي مليء جدا، وده اختصار ممكن يكون اختصار مخيف عشان العديد. رئيس جمعيه جراحه العظام سنه 1964، نائب الاول لرئيس الجمعيه الدوليه لجراحه العظام لمده 6 سنوات، عضو مجلس امناء المؤسسه الدوليه لتثبيت القصور، طبعا حاصل على جائزه الدوله التقديريه من السيد رئيس الجمهوريه 2008، نوطن الامتياز الاول من الطبقه الاولى من السيد رئيس الجمهوريه، ايضا لتميز الاستاذ الدكتور جلال زكي في العمل التطوعي وهو متصل ايضا بالمجال الطبي. حصل على الميداليه الذهبيه لجامعه اسيوط 2006. تشرفنا الاستاذ الدكتور جلال زكي، تفضل. أشكر استعادة العميد على هذا التقديم، كما أشكره لدعوتي لإلقاء هذه المحاضرة التذكارية. السيد الأستاذ الدكتور حسن صلاح نائب رئيس الجامعة، والسادة الضيوف، زملائي وتلاميذي، 50 عاما على جراحة العظام في جامعة أسيوط، وهو نموذج لتطوير الأقسام الكلينيكية، وحقيقة هي دي قصة بدء الأقسام الكلينيكية في جامعة أسيوط. جامعة أسيوط أنشئت بمرسوم ملكي من الملك فاروق الأول سنة 1949، كان اسمها جامعة محمد علي، ولكن بالرغم من صدور هذا المرسوم لم يتم إنشاء في الجامعة حتى سنة 1957. وكان في ذلك الوقت الصعيد عبارة عن جزء في الحقيقة منسي من بلدنا، وكان عبارة عن المنفى للمغضوب عليهم يبعثوه للصعيد، وكان أكثر فقرا وأكثر جهلا وأكثر مرضا. ده كان وضع الصعيد في ذلك الوقت من نصف قرن مضى. جاءت جامعة أسيوط لتقدم رسالة، وكانت رسالتها هي عبارة عن نشر المعرفة والثقافة والتنمير لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي والتنموي في الصعيد. دي كانت الرسالة بتاع جامعة أسيوط، ودي قامت بيها على أحسن وجه. وفي الحقيقة لما نبص دلوقتي للصعيد بالمقارنة لنصف قرن مضى،
نلاقي السيدات مثلا تعلموا في الجامعه، ما كانش في فارمان ولا حاجه زي دي. حتى برضه مين اللي كان يقدر يبعت ابنه القاهره عشان يتعلم؟ لازم بس هم الاعيان وكده. فدلوقتي يعني وجه الصعيد تغير تماما يعني. وبعد كده طبعا يعني صدر من جامعه اسيوط جامعات في كل محافظات الصعيد تقريبا كلهم من ابناء جامعه اسيوط، فهي جامعه اسيوط حقيقه قامت بهذه الرساله خير قيام. كلية الطب بدأت الدراسة فيها في سنة 1960، وكان التخطيط أنه عند وصول الطلبة إلى المرحلة الإنسية يكون قد تم بناء المستشفى الجامعي، ولكن نظرا لظروف سياسية واقتصادية لم يتم ذلك. وسنة 64 وصل الطلبة إلى السنة الخامسة دون وجود مستشفى، فكانت مشكلة كبرى. ودي كانت أول جامعة خارج القاهرة والإسكندرية، أول تجربة لجامعة ما يسمى بالجامعات الإقليمية، أول مرة جامعة بره القاهرة والإسكندرية. مفيش مستشفى والطلبة وصلوا للمرحلة الإقليمية. استقر رأي وزير الصحة والتعليم، الصحة كان النبي المهندس والتعليم كان الدكتور أحمد الدكتور مصطفى كمال شلبي، على أن تقتسم الجامعة جامعة أسيوط ومديرية الصحة مستشفى أسيوط الأميري. مستشفى أسيوط الأميري ده هو في مكان على الأهرام حاليا، وهو كان مستشفى متهالك بناه الإنجليز في أوائل القرن العشرين. كان عبارة عن بافليونز مقصورات لها كده بيتش تروف متغطية بالأربيدات وكلها مكسرة، كانت لو الدنيا تمطر المطرة تنزل، وكان الحال سيء للغاية. لم تصله يد الصيانة أو التطوير منذ إنشائه. ده كان مستشفى أسيوط الأميري في ذلك الوقت. ودي كانت الحقيقه كانت الخدمه الصحيه في كل مصر، كانت كده في ذلك الوقت. وصلت انا الى اسيوط في اكتوبر 64 شابا متحفزا، كان عندي 28 سنه ونص على وجه التحديد، حاصل على الدكتوراه من جامعه القاهره. تم تدريبي في جامعه مستشفيات جامعه القاهره، قضيت الخدمه العسكريه في المستشفى العسكري الحلميه، وذلك في ذلك الوقت كان بتيجي ارساليات المصابين من حرب اليمن، فكان عندي خبرة ضخمة في إصابات الحرب. يعني جاي متعلم ومتدرب وجاي أسيوط متحفز للعمل. وفوجئت بوجودي في هذا المستشفى، فكانت الحقيقة بداية صادمة. ولكن كان في هناك بصيص أمل في الحقيقة. بمجرد ما دخلت العيادة وشفت المرضى، لقيت المرضى غلابة جدا. وبعد كده يعانون من الأمراض الشديدة. ضرب العظام كان متفشي تماما، التهاب العظام، شلل الأطفال، كل الحاجات دي انا كنت اعرف ازاي عليها ودربت عليها. طلبه الطب كانوا متعطشين يلتفوا حوالي، عايزين يعرفوا يشوفوا اي حاجه من واحد جاي لهم من القاهره. فده كان وضع كليه الطب في ذلك الوقت. وبعد كده قابلت الدكتور سليمان حسين رئيس الجامعه في ذلك الوقت، وهو رجل فاضل له الفضل الاكبر على انشاء هذه الجامعه. في الحقيقه ارحب بي، وكان اللقاء بتاعه كان عباره عن بلسم بالنسبه لي، هداني تماما كده. بين لي ازاي كانت خطته لبناء هذه الجامعه، وازاي تصوره لتكوينها، وطلب مني ان انا اكون احد اعوانه في المساعده في استكمال الاطار. فقررت البقاء والبناء. ما غلطتش بالرغم من ان في العديد من الرعيد الاول سال لك لا انا مش هقضي وقتي يا جماعه اما نشغل الجامعه ان شاء الله بعد 20 سنه بالمستشفى يكون كل شبابي راح. فتقريبا نصف الرعيد الاول مشي، لكن اللي باقي من الرعيد الاول نسميهم الفيرست سيتلرز اللي هم من القاهره عشان يقعدوا في هذا المجتمع البسيط في ذلك الوقت. الدكتور عبد الرازق حسن، الدكتور عطوة ابراهيم، مصطفى فرج، خلف القصيني، طلعت العنيمي، حسان حجو، اسماعيل بصري، محمود فتح الله، مندور شعبان، محمد سعودي، محمد السبيتي، فاروق حسنين، ضياء عبد الرحيم، مصطفى الشلقاوي، سوسن الوان. دول كانوا الاوائل اللي جم واستمروا في هذا كان قسم جراحة العظام في الحقيقة بهذا الشكل. دي صورة من الإنترنت، أنا ما عنديش الصور القديمة، استغنيت عنها من 50 سنة استغنيت عنها، ولكن ده كان تقريبا شكل تصوري لقسم جراحة العظام بهذا الشكل، بس ما كانش بالنظافة دي، ما كانش عندنا مرتبة زي دي. وكان طريقة
العلاج في ذلك الوقت ان احنا نلف العيان في جبس ما كانش فيه عندنا احسن من كده لان كان اجراء جراحه عباره عن مخاطره نعمل جراحه فيها سبسس وكلام من ده فكان ابسط الطرق ان احنا نلف العيان في جبس. بعد كده بدا دوران العمل ابتدت الدوره تقوم بزملائي وبيا انتقال المستشفى الاميري باسيوط الى اداره الجامعه. اولا اداره الجامعه قالت المستشفى الاميري ده هيحط عليه يافطه مستشفى اسيوط الجامعي اول يافطه تتحط لكن هو هو نفس المستشفى فتلاقي الشغل بيافطه بس. وبعد كده عينوني عيني الدكتور دكتور حسين اول مدير عام لمستشفى جامعه القاهره سنه 65 وكان عندي من العمر 29 سنه كنت مدير عام. كانت مضحكه شويه ولكن يعني انا كلفت بهذا الامر. وبعدين البدء في بناء مبنى مؤقت في بناء المستشفى القديم ودي كانت اول مرحله في التطوير لنا الحقيقه. تعيين اطباء مقيمين من اطباء تكليف وزاره الصحه ما كناش لسه خرجنا طلبه لسه سنه خمسه وما كانش عندنا لا اطباء امتياز ولا اطباء نواب وكنا بنشتغل كنت بشتغل لوحدي اعمل العياده الخارجيه لوحدي وافك الجبس واعمل جبس لوحدي واعلم الطلبه دي الدرس وادخل اعمل عمليه او اثنين وبعد كده يجيبوا لي في الحوادث علشان اعمل اي حادثه تيجي بالليل يبعتوا لي العربيه على استراحه الجامعه في الوالديه كنا بنقيم هناك يجيبوني علشان اعمل عمليات الحوادث بالليل. ده كان ابتديت شخص واحد بيعمل كل هذا العمل وبقيت عضو هيئه التدريب في قسم جراحه العظام لمده 7 سنوات اقوم بهذا العمل. 7 سنوات عضو هيئه التدريب القائم العمل في ذلك الوقت. تكوين التدريب بالكوادر المساعده ابتدينا نشوف مدرسه التمريض واشرفت على مدرسه التمريض في اسيوط وبعد كده وفن الاشعه والمعمل وبعدين وضعنا لائحه داخليه للمستشفيات الجامعيه الدنيا ابتدت تمشي بدا دوران العمل. وبعد كده الحقيقه ما طولتش انا في الحكايه دي قعدت في الحكايه حوالي سنه ونص وبعد كده اللي انقذني من اداره المستشفى دي اللي كانت مشاكلها لا تنتهي لا تنتهي في الحقيقه ان انا سافرت الخارج. اول اطباء مقيمين في الحقيقه دول برضه من الراي الاول اللي شالوا معانا العبء بتاع انشاء هذه الاقسام في المستشفى الدكتور محمد شلبي الدكتور عبد الخالق حافظ ده كان من نصيبنا الدكتور احمد الطيب محمود رفعت عبد الفتاح كان العميد الاسبق محمد عوض علي عبد المطلب دول كانوا النواب الاوائل اللي جبناهم من وزاره الصحه علشان يشتغلوا معانا لغايه لما نخرج ناس لغايه لما احنا نخرج دي صوره تذكاريه لما انا جت لي منها المهمه العلميه عشان اسافر صوره تذكاريه عشان اوريكم المجتمع المصري من 50 سنه برضه عشان اساعدكم على التعرف الميس سعاد خلاها كانت مشرفه للتمريض ودي كانت دكتوره عصمت عزت مدرس امراض الباطنه وده انا وده الدكتور محمد عبد اللطيف مدرس الجراحه بعد كده نقل الى الزقازيق وصار رئيس جامعه وده الدكتور مصطفى عثمان الدكتور محمد عوض الدكتور ممدوح شعبان الدكتور عبد الخالق حافظ كان نائب الاذان في ذلك الوقت الدكتور عطوه ابراهيم مدرس المسالك الدوريه في ذلك الوقت الدكتور علي عبد المطلب كان نائب جراحه الدكتور اسماعيل وصفي كان مدرس العيون الدكتور وجيه توفيق ده كان اخصائي الاشعه احنا جينا لقيناه في المستشفى اخصائي اشعه كان قبليه ب 10 سنين كان راجل كبير ولكن كان عنده استعداد انه يتعلم فكان لقيت فيه ان هو اطلب منه اي حاجه احنا ارتبطنا وثيق بقسم الاشعه النظام والاشعه اطلب منه اي حاجه على طول مباشره يقول لي اقرا عنها كده بيجي يقول لي مباشره قلت له لازم تعمل دكتوراه قال لي دكتوراه ايه انا اخصائي قديم وكده قلت له لازم تعمل دكتوراه وفعلا اديته موضوع قريب من الشغل بتاعنا واشرفت عليه في رساله الدكتوراه وحصل على الدكتوراه ودخل الكادر الجامعي وصار بعد كده رئيس قسم الاشعه الدكتور الدكتور وجيه توفيق وبعد كده الدكتور محمود رأفت عبد الفتاح العميد الاسبق كان ساعتها نائب الامراض العصبيه. ده كان حفل توديعي في يوليو 66. قعدت في الخارج سنه ورجعت بعدها مباشره بعد سنه رجعت في يوليو 67 بعد النكسه مباشره برضه فتره عصيبه تاني. فتره عصيبه كل حاجه طبعا ما في بعد اولا في انكسار عام في الناس كلها منكسره
وبعد كده مفيش فلوس ابدا مطلقا ولا صوت يصل يعني ولا صوت معركه، وبالتالي برضه ابتدينا نعاني كتير جدا. لكن كان المبنى ده انتهى، المبنى ده كان استخدم، ده المبنى ده لوحده ده ما كانش موجود، بس المبنى ده اللي هو دلوقتي معهد الاوراق. القسم الاثار خد الدور فوق الفؤاد العلوي ده وابتدينا نشتغل فيه. ما كانش فيه ادله تكليف، دي صوره حديثه طبعا، كان اياميها فيه لو في مروحه سقف يبقى نعمه، ولكن كان نفس المحيط بتاعه هو عباره عن البيوت القديمه اللي حوالينا، ما كانش فيه شوارع معبده، كان الطريق بين مستشفى الاوراق وجامع اسيوط غير معبد، ما كانش مصروف في ذلك الوقت، ما كانش فيه عربيات بالشكل ده، وهكذا، ده كانت اسيوط ساعتها. ففي الحقيقه بعد ما كمحت رجعت من الخارج ومسكت بين الحضاره الغربيه وحضارتي المصريه، كونت رؤيه. وضع قسم جراحه الاذان بجامعه اسيوط في وضع متميز بين اقسام جراحه الاذان في مصر والخارج. وبعدين ان يتمتع مرضى ومصاب العظام بالصعيد برعايه صحيه ذات معايير دوليه لجوده الخدمه. دي كانت رؤيتي بعد عودتي وتكوين الشخصيه بتاعتي العلميه. مراحل التطوير كانت ازاي؟ اولا اطور نفسي بالعلم، اول شيء ان انا اطور نفسي عشان اقدر اساعد. بعدين تكوين اعضاء هيئه التدريس، تطوير جراحه العظام في كل جمهوريه، تكوين التخصصات الفرعيه، بعدين الانتقال من المحليه الى العالميه. ده كان هدفي. تطوير ذاتي علميا ازاي؟ انفصلت عن اساتذتي صغيرا، انا سبت القصر العيني بعد مده قصيره من التدريب هناك. فقررت ان اعلم نفسي بنفسي. في طريقه ثانيه؟ ما فيش طريقه ثانيه، انا ما كنتش مكان نائي. حرصت على التواصل مع الجامعات الثلاث لذلك الوقت، اي مؤتمر لازم اروح احضر ولازم القي محاضره عن موضوع جديد انا عامله في اسيوط. حرصت على السفر للحضور المؤتمرات الدوليه ونقل الخبرات الى اسيوط، وطبعا كانت الجامعه مثلا بتدي فلوس عشان مؤتمر واحد، كان احضر ثلاث مؤتمرات على حسابي، لكن لازم اطور نفسي، كان لازم احضر عشان اتعلم واعرف ناس في الخارج واكبر الاسم بتاعي. كان منهجي العلمي هو التطوير والابتكار ورفض النمطيه، لازم باستمرار ابحاثي كانت حديث اصليه وحديثه، ما فيش حاجه اسمها نمط كذا حاله من كذا، ما ينفعش، لازم كلها تكون ابحاث اصليه. وده طبعا كان النهج اللي انا علمته لتلاميذي بعد كده. تكوين اعضاء هيئه التدريس ازاي كونتهم؟ طبعا انا لقيت ان انا لوحدي لا يمكن ان انا اقدر اعمل حاجه، لابد ان انا اكون اعضاء التدريس بقدر المستطاع وباكبر قدر ممكن. يعني كنت حريص جدا على زياده اعضاء التدريس. كان منهجي في تكوين اعضاء التدريس هو الحب والعطاء بلا حدود ومساعده الصغير حتى يشتغل. اساعده تماما بكل شكل واحميه لغايه لما يقف على رجلي. ده كان مهم جدا، وبالكيفيه دي قدرت اكون من نخبه من اعضاء التدريس. بضع سنوات اصبحت القسم مجموعه نشطه ومتحمسه من اعضاء هيئه التدريس. شجعتهم على المشاركه في مؤتمرات الاعضاء في مصر والخارج، وشجعتهم وساعدتهم على السفر في المهمات العلميه بالخارج بمعارفي في الاساتذه اللي انا عرفتهم من السفر بالخارج. بعد كده المساهمه في تكوين اعضاء التدريس الاوائل في بعض الاقسام، في بعض الاقسام ما جالهاش حد من القاهره عشان يبتدي الاقسام، مجرد ان عينا لها رواد، يعني مثلا زي قسم الاشعه زي ما قلت لكم، دكتور وجيه توفيق يوسف بدران وسامي عبد الكريم، دول كانوا من الاوائل، ما فيش حد علمهم. فكنت بيعملوا رسائل بتهم مواضيع قريبه من العظام، والرسائل بتاعتهم اتعملت في قسم العظام بمشرف شرفي من القاهره في التخصص. انا بسميه شرفي على اساس ان هو بس استاذ في الاشعه. وهكذا بالنسبه للطب الطبيعي والامراض الباطنيه، حتى قسم الامراض الكلى الدكتور مجدي عبد الجابر برضه انا اسعدني ان انا اشرف على رسالته. فانا عملت حوالي 20 رساله في مختلف الاقسام غير قسم جراحه العظام. دي صورة من قديمة في فناء المستشفى القديم، كنا بيجي لنا أستاذ من القاهرة علشان الامتحانات بتاعتنا، الدكتور كمال الفرقاني الله يرحمه، علشان يعمل معانا امتحانات الماجستير هنا، بينما امتحان الدكتوراه كنت باخد طالب الدكتوراه بتاعي وانزل القاهرة عشان يؤدي امتحان الدكتوراه مع طلبة جامعة القاهرة نفس الامتحان، عشان ما حدش يقول له ده أنت جامعة ده الدكتوراه أصيل. كان في ذلك الوقت لغايه لما الجامعه تقف على رجلها ويبقى لها اسم. فكنت اخدهم انزل القاهره لغايه لما الكليه بقى لها اسم فعلا، وبناء عليه
ابتدينا نعمل الدكتوراه هنا عندنا. المرحلة الثالثة هي مرحلة الانطلاق سنة 87، وده شوفوا قد ايه اتأخر، احنا ابتدينا 64 وصلنا لهذا المستشفى سنة 87. كنا طبعا بنتكسف ندعو أجنبي يجي في المستشفيات القديمة، نتكسف أنا بقول أهو، ولكن الحمد لله دلوقتي ربنا اتفق علينا بهذا المستشفى، وأصبح قسم جراحة العظام 75 سرير في هذا المستشفى. أول ما ابتدينا احنا ابتدينا 14 سرير، ابتدينا 14 سرير وصلنا دلوقتي ل 75 سرير، وعندي مجموعة من أعضاء التدريس زملاء ليا زي ما حضراتكم شايفين، دول هم شباب كده ملتفين حواليا وهم شباب، وبعد كده كلهم بقوا أساتذة، كلهم بقوا أساتذة كبار، وكل واحد فيهم بقى ليه تخصص، كل واحد فيهم ابتدى ليه يبثق صف سبيشاليتي. وبعد كده في الحقيقة احنا فقدنا ثلاثة منهم، الدكتور محمد قطب متولي، الدكتور إبراهيم محمد حسن، والدكتور كرم الله رمضان، توفهم في الحقيقة في ريعان الشباب، نسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم برحمته. بعد كده تطوير جراحة العظام في كل الجمهورية، بعد ما قسم بقى شديد وجامد، رجعنا بقى إيه كل الجمهورية عايزين نطورها كلها. أولا أنا وصلت لغاية رئيس الجمعية المصرية، ده أول حاجة. وبعدين دعيت الجمعية المصرية كلها إنها تيجي الأسيوط عشان تشوف إحنا بنعمل إيه. ده كان سنة 95، ده أول مؤتمر لهم يجي أسيوط، إنهم يجوا المكان النائي ده، ولكن أسيوط ابتدت كده تتعرف وبقى لها مكانة. وبعدين هنا ده التدريب على الكسور، وهنا ابتديت كان في ذلك الوقت وصلت إن أنا أكون عضو مجلس أمناء الجمعية الدولية لتثبيت الكسور والمسؤول عن الشرق الأوسط، فعملت الكورسات على تثبيت الكسور ديت في القاهرة، كنت بعملها في القاهرة، وديت كان بيشارك فيها الجمعية المصرية مع زملائي في كل الكليات، وبيحضرها كل الناس من كل الجمهورية جراح العظام عشان يتدربوا على تثبيت الكسور وياخدوا شهادة. والحكاية دي استمرت، وده كان الكورس الثالث عليها. وأنا وزملائي من أسيوط بنعلم فيها والسؤالين بيحضروا. والتعليم هنا برضه على الأجهزة الصناعية وهكذا. بعد كده تكوين التخصصات الفرعية ابتدى بقى زي ما قلت لحضراتكم أساسها بقى لهم انترست في فروع مختلفة، الإصابات وجراحة العمود الفقري وجراحة تغيير المفاصل، جراحة اليد والتكميل الميكروسكوبية، جراحة المعاضير وإصابات المناعة، جراحة المثبتات الخارجية، جراحة مفصل الكاحل، جراحة رمان الأطفال. دي سب سبيشاليتيز موجودة عندنا، وكل واحد فيهم بقى ليدر، في منهم ناس كتير بقوا عالميين. المرحلة الرابعة بعد ما انتشرنا في الجمهورية، بعد كده العمل مع الهيئات العالمية في جراحة العظام والانتقال من المحلية إلى العالمية. مش كفاية إن احنا نقعد مكاننا، لابد إن احنا نبقى معروفين في العالم كمان، يعرفوا إن في حاجة اسمها مصر، وفي حاجة اسمها أسيوط، وفي حاجة اسمها قسم جراحة العظام في مصر. الجمعية الدولية لجراحة العظام والإصابات اسمها سيكوت، ودي كان ساعتها كان زمان في ثلاث جمعيات كبيرة في جراحة العظام، جراحة العظام جمعية الدولية لجراحة العظام سيكوت، وجمعية تثبيت الكسور، والأكاديمية الأمريكية، دول كانوا الثلاثة. دلوقتي بقى في سب سبيشاليتيز دي بحاجة كتيرة جدا، لكن ساعتها ما كانش غير كده. أنا التحقت بهذه الجمعية سنة 75 وتدربت في مناصبها لغاية لما وصلت لنائب رئيس الجمعية لإفريقيا والشرق الأوسط، وبعد كده وصلت للنائب الأول، وبعدين مؤسسة دولية تثبيت الكسور دخلتها سنة 77 مسؤول عن الشرق الأوسط، ووصلت لعضو مجلس الأمناء وما زلت سينيور تراستي فيها، وكنت مسؤول عن المحاضرات في كل الشرق الأوسط. وبعدين الأكاديمية الأمريكية للجامعة لجراحة العظام دخلتها سنة 78 زي ما شايفين بدري جدا، دخلت الحاجات دي وشجعت زملائي الجميع انهم يشتركوا فيها، كثير منهم جدا اعضاء في هذه الجمعيات ووصلوا فيها المناصب زي ما حضراتكم هتشوفوا بعد شويه. الجمعيه الامريكيه طبعا ما بتسمحش لحد انه يدخل خلالها، لكن بس يسلموا ان هو بيسموه انترناشونال افيليت ممبر، لكن ما يدخلش في عضويتها، ما يدخلش في مجالس. قسم جراحه العظام الان احصائيات، يوجد 17 استاذ، 9 استاذ مساعد، 8 مدرس، دول 34 موضوع التدريس، و14 مدرس مساعد، و48 جراح، وعندنا 43 نائب، 43 نائب. خلي بالكم 43 نائب، شوفوا قد ايه حجم العمل. عدد الاسره الحقيقه لحد دلوقتي 210،
وانا اشكر السيد العميد على ان هو دعم قسم الاصابات، فعندنا دلوقتي في الاصابات 95 سرير اصابات، وطور القسم في الحقيقه وزودوا كل حاجه، والاشعه زي ما هو حضرتك برضه شرح لنا. هنشوفوا حجم العمل عندنا قد ايه. عدد العمليات خلال سنه 13 4100 جراحه عظام، 700 من جراحات مايكروسكوبيه، 600 مفاصل اجمالي جراحات العظام 5400 في سنه واحده. اما الاصابات فاجمالي اصابات العظام 5700 بس، 5700 اصابه، وده يشكل 85% من الاصابات الوارده لجامعه اسيوط. 85% يقوم بها قسم العظام، و15% يقوم بها قسم الجراحه وقسم فرق الاعصاب وقسم القلب والصدر وقسم المسالك الكليه، كل التخصصات في 15، والعظام تقوم ب 85%. شوفوا حجم العمل اللي بيقوم بيه فريق العظام قد ايه. وعشان كده احنا بنطالب الحقيقه اداره الجامعه واداره الكليه باستكمال هذا المبنى، عشان زي ما حضراتكم شايفين حوادث المرور وحوادث الارهاب في تزايد جدا في العدد وفي العنف، والعبء عمال يزيد على قسم جراحه العظام. اما في التعليم فعندنا في القسم مركز الجاوترونا الجمعيه الدوليه اعترافا بالجميع، اللي احنا عملنا لهم زي ما هتشوفوا بعد شوي، عندنا مكتبه بالقسم وعندنا انترنت في مركز التعليم ده. تعليم منتظم، احنا من احسن الاقسام انتظاما في التعليم. الاساتذه عندنا والاعضاء التدريب بيتخانقوا عشان يدخلوا يدرسوا، انا بقول يتخانقوا، يعني كل واحد يقول انا ما خدتش ليه؟ لازم احطني وهكذا. والسيد رئيس القسم، رئيس القسم في اجتماع مجلس القسم بيقول الاستاذ فلان ما جاش يوم كذا، ما جاش يوم كذا، ما جاش كذا. يعني شوفوا قد ايه الانتظام في عمليه التدريس. اجتماع علمي اسبوعي لكل وحدات القسم، وبعد كده في كورسات كمان بنعملها دوريه لكل الجمهوريه في الوحدات المتخصصه اللي عليها الطلب دلوقتي، المناظير وجراحات الميكروسكوبيه، بيعملوا كورسات بانتظام اللي عليها الناس من الجمهوريه كلها. بعد كده شوفوا اللقاء العلمي ده احد مصادر قوه قسم جراحه العظام، هذا اللقاء العلمي العام الاربعاء ونزداي جراند كونفرنس. ده بدا مع بدايه قسم جراحه العظام، مع بدايه القسم كل يوم اربع نجتمع الاساتذه واعضاء التدريس مع طلبه الدراسات العليا والنواب كلهم يحضروا عشان نناقش عرض حالات القسم اللي هندخل العمليات واللي بعد العمليات، وبعد كده مناقشات قصيره من الحاضرين لتبادل الاراء والخبرات واستعراض اي اقول ده يمكن من مصادر قوه هذا المستمر. ده الى اطار كبير في رابط القسم تقعد مع بعض الاساتذه مع بعض وهكذا مستوى ودع. انا بقول مصادر قوه البحث العلمي، انا اضفت اجمع 107 بحث منشور في مجالات متخصصه مفعرسه ذات معامل تاثير. وبعدين باكد باستمرار لتلاميذي وزملائي على ان لازم يكون اهميه جوده البحث العلمي اوريجينال وجيد للنشر عشان يقدر ينشره في مجله علميه متميزه، وبالتالي يقدر يحسن من الاتش ال اس بتاعه اللي هو بيعتمد على السايتيشن، مش كفايه ان هو يعمل بحث ويتقبل في مجله خواجات، ما ينفعش، لان ده بعد كده ما حدش ابدا عمل له ريفرنس في اي بحث بعد كده، معنى الكلام ده ملوش قيمه. لابد ان هو يكون ذا قيمه علميه كبيره، نشر في مجله ذات امباكت فاكتور كبير، وبعد كده يحسن الاتش ال اس بتاعه. وده كان كلام مهم جدا اتعلمته من اللجنه الدايمه لي على مدى السنوات الطويله اللي مسكت فيها. دي امثله لطرق العلاج الحديثه، ما بقاش احط جبس دلوقتي، بنثبت بمزامير او شرائح بمثبتات خارجيه ونطول العرض، وحتى تشوهات الرجل المعروفه بالشكل ده بنصلحها بمثبت خارجي وتتعدل خالص بهنا هنا. كل دي ناس متخصصه في القسم بتقوم بهذه الاعمال، تغيير المفاصل، حتى قسم تشوفوا قسم المايكروسيرجري بيعمل اعمال مجيده في الحقيقه. هنا ده تيومر في الفور ارم، شوف شال هنا التيومر اثناء الجراحه، وبعد كده ريكونستراكشن، وبعد كده شوف الفانكشن بتاعته. فيعني الناس بتكون باعمال في الحقيقه ممتازه جدا دلوقتي بقوا على قسم برضه التخصص الجراحه العمود الفقري، ضرر العظام الفقرات المتكله المرض وكيلها هنا، يبقى
بتتشال في خلاص التكلة وبعد كده بتحط لها دعامة معدنية مليانة عظم وبعد كده تثبت بواسطة قضبان ومسامير زي ما احنا شايفين. كل حاجة تطورت والحاجات دي بقت عالمية بنشوفها في كل حتة. تقديم المنح للأطباء المصريين والعرب دلوقتي تهافت على قسم العظام أطباء العظام من الجامعات المصرية ومن البلدان العربية لطلب المعرفة والتدريب. قسم بقى معروف تماما دلوقتي كده الناس في الوزن من كل حتة. عدد الناس 12 منهم 9 ماجستير و3 دكتوراه إلى جانب ناس كتير جدا من العراق ومن سوريا ومن الأردن وخلافه. بعدين في بقى دي حاجة مهمة جدا عندنا منح التدريب للأطباء الأفارقة. في الحقيقة عند التحاقي بالجمعية الدولية لجراحة العظام كنت مسؤول عن افريقيا رحت زرت بلدان افريقية ولقيت ان جراحة العظام متخلفة تماما في كثير من البلاد الافريقية. فجيت لرئيس الجامعة قلت له قسم العظام بتاعنا بقى قسم شديد وكويس ومعروف عالميا وكده فانا عايز اعمل منح للافارقة والاصعيد من افريقيا دي هي يعني الخلفية بتاعت مصر واهميتها القومية دي حاجة مهمة جدا. ففي الحقيقة كان عنده رؤية الدكتور محمد رأفت محمود كان عنده رؤية قال لي تمام ده مشروع ممتاز جدا تحب تعمل ايه؟ قلت له مجرد عايزهم لانه مكان في بيت النواب قال لي لا ده انا كمان هديهم فلوس 10 جنيه كل يوم يعني لقيت عنده ترحيب كبير جدا. خدت بعضي رحت رئيس الجمعية الدولية قلت له قال الوضع كده ان جامعة أسيوط مستعدة تعمل منح اذا كنت هتحب تحط اسم الجمعية الدولية على المنح دي انا عايز تذكرة السفر كله فبقى الافريقي يجي من بلده تذكرة السفر يقعد في جامعة أسيوط يقعد 6 أشهر يتدرب 6 شهور تدريب ويرجع بلده. الحكاية دي عملناها دربنا 63 طبيب 63 طبيب أفريقي من مصر هنا من 12 بلد أفريقي خلال المدة من ابتدينا المشروع من 2002 لغاية النهاردة ماشي لغاية النهاردة وده كان ليه بعد مهم جدا جدا للأسف الباقي الجمهورية ما قدرتش يعني تعرف أهمية مثل هذا العمل غير حديثا جدا. رئيس الوزراء دلوقتي في تشاد ده هي احنا طردنا واحدة هنا منها رايح تنزانيا طردنا منها 4 بعد كده رايح أوغندا طردنا منها 6 حتى إثيوبيا اللي عملنا مشاكل دلوقتي طردنا منها هنا 3 جم هنا 3 قعد 6 شهور في مستشفيات جامعة أسيوط الطبية. بعدين دلوقتي انا لما بروح مؤتمر دولي ابص الاقي بيجوا يتلموا حواليا علشان تاخدوا الصور التذكاريه. ففي الحقيقه انا صرت سفيرا لجامعه اسيوط في افريقيا. بيجوا يتلموا حواليا علشان ياخدوا الصور التذكاريه ما يشوفوني. المنصه العلميه لاعضاء التدريس الدكتور باهر عسال كان رئيس كان عميد الكليه كان رئيس الجمعيه المصريه لمنظمه مفاصل وعصابات الملاعب. الدكتور عصام الشريف مقرر اللجنه العلميه الدائمه للعظام. دكتور طارق جمال كان وكيل الكلية وهو رئيس الجمعية المصرية لجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية وفي الحقيقة ده يعني انتشر عالميا وبقى معروف في العالم كله. الدكتور أسامة فاروق رئيس القسم المصري للمؤسسة الدولية لتثبيت الكسور مشوا في نفس النهج بتاعي مشوا في نفس النهج تماما وفي الحقيقة الدكتور أسامة كمان ليه فضل كبير جدا إن هو بيحاول يساعد أطباء الصحة يعني راح مستشفى الصحة هنا مستشفى الإيمان قسم العظام فيها والحوادث وجابهم عندنا يتدربوا وبيروح هناك يشوف القسم ويعمل عمليه فالحقيقه لهم فضل كبير جدا في تطوير جهاز العظام في مستشفى وزاره الصحه. الدكتور محمد الشرقاوي رئيس القسم الدولي للعظام محمد الشرقاوي. دكتور حمد عضو مجلس ماشي في هناك الحمد لله جائزه الدوله وطبعا بياخدها ليه بقى المبحوث مال الاعمال يعني جائزه الدوله فانا الحمد لله حصلت على ذلك. نقطة الامتياز من الطبقة دي بتعطى للعمل الاجتماعي لأن حضراتكم هتشوفوا بعد كده العمل اللي احنا بنعمله. خدمة المجتمع اللي تبع الدكتور حسن صلاح. خدمة المجتمع جامعة أسيوط تخدم المجتمع ساكرين كمان ودكتور حاتم جلال برضه حصل على جودة حصل عليها أعضاء. الحقيقة لما جيت جامعة أسيوط هنا المعاقين قريبين من الشغل ده بتوع حركة فأنا جيت شقت مركز التأهيل سنة 69 بمكيه بعد كده انشات مركز لتأهيل فتيات الأوقاف سنة 83 وما زالت هذه المراكز مستمرة لغاية دلوقتي ومنذ البداية كان معايا زملائي من القسم خدتهم عشان يتعلموا فيها وعشان يساعدوا فيها وإلى هذه اللحظة نواب من قسم جراحة العظام يعملوا عيار فيها علشان يشوف الأولاد دي ويبعتوها لسم العمليات ويكتبوا لها الأجهزة زي ما أنتم شايفين حاجة تفرح
الاطفال كلها يقولوا عندهم فشل الاطفال والمعاقين كلهم قصه جامعه رعايه المعاقين جمعيه الاطفال 91 نمره واحده من رعايه الاطفال ده كان شغل لكن بعد كده بقى انشانا تنميه شامله انشانا 160 150 مدرسه مجتمع في محافظه اسيوط في القرى والنجور اللي ما فيش فيها اي خدمات نروح احنا الجمعيه مدارس معينه 160 قاعه في رياضه الاطفال موجوده في المحافظة شايفها جمعية الطفولة والتنمية ونعمل طبيعة صحية وبيئية ونعمل تنمية في شتى المواضيع للناس أي موضوع صحي يطلع تلاقي جمعية الطفولة مشتركة فيه شغل واجب لكل قيادات جامعة أسيوط كل قيادات جامعة أسيوط ساعدتني قسم في الوصول إلى هذا ما كانش أبدا جزء بسيط ولكن الناس لما بتلاقي حد عايز يشتغل بتساعده تماما فحقيقة وبعدين لكل زملائي وتلاميذي الذين بمواليهم انا بقول تلاميذي لان انا درست من الدفعه الاولى الى لغايه دلوقتي انا بدرس فكل اللي حاضرين اعتقد انهم في جامعه اسيوط كلهم تلاميذي وبعدين على جهدهم متكاتفهم وصلنا الى ما نحن فيه الان واخيرا يعني هي جنه الدنيا واعيدي مجدك المعي واشكركم Thank you.